الجيش الوطني الشعبي اليوم على مراسم تدشين نادي الموقع ببوسعادة بالناحية العسكرية الأولى. مراسم تدشين هذه المنشأة الفندقية التي تندرج في سياق حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على متابعة وتفقد مختلف المشاريع المنشآتية ذات الطابع الاجتماعي التي تدعم بها الجيش الوطني الشعبي خلال السنوات القليلة الماضية، جرت بحضور كل من قائد الناحية العسكرية الأولى، المراقب العام للجيش، مدير المصلحة الاجتماعية ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبية. بهذه المناسبة تابع السيد